عادة يأتي الناس إلى حضور كورال عيد الميلاد وهم فرحين، كذلك الذين يرنمون وينشدون في الكورال يكونوا من الفرحين ومن الناس الأصحاء. ولكن هذه المرة نأتي إلى كورال خاص، الذين يرنمون والذين معهم هم من يتألم من مرض السرطان، يتألمون من الأوجاع، يأتوا إلينا ليرنموا ليقولوا لنا أن الفرح ليس قصرا على الأصحاء ولكن أيضا على المرضى، لأن الفرح والإيمان يعطي القوة ويعطي الثقة بالذات والثقة بالله لتجاوز المرض ولينشروا رسالة الإيمان والفرح والسلام لكل الناس. ندعوكم جميعا لمرافقتنا في هذا الترنيم الخاص في كنيسة البشارة، الترنيم الذي يشارك فيه بمناسبة عيد الميلاد المرضى والأصحاء معا أمام الله، كي نشكر الله على كل خير يعطينا إياه وعلى كل ألم يمر بنا، حتى من خلال الألم ومن خلال الوجع نكتشف حب الله في حياتنا وحبنا لله وحب كل الناس إلى الله. وأهلا وسهلا بكم جميعا. من أجمل وأقدس كنائس العالم وأهمها كنيسة البشارة من مدينة البشارة، ندعوكم من مؤسسة مريم مع سفيرنا اللي كل الفخر والشرف إنه معانا اليوم، المطران كلداني سيدنا، ب 18/12 الأربعاء القادم الساعة 8 من بازيليكا البشارة لنحتفل بكونسرت ملائكة مريم. الساعة 8 ندعي كل جمهورنا بكل بلاد وكل إنسان الدعوة عامة، وأهلا وسهلا فيكم.